الشوط هنا أيضا السادس مجموعة الأشواط وشوطنا السادس الخاص بهذه الانطلاقات والتحديات بالزمول هنا المهجنات الأصايل أبناء القبائل لمسافة هنا 8 كيلومترات هذا الانطلاق والتحدي الجميل نسير مع مروح لمحمد بن عبيد بن يميع السبوسي المنطلق بالصدارة وبالمركز الأول بينما المركز الثاني الصمصام يأتينا لسلطان بن علي بن رويشد النيادي على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث الطليلي ناصر بن حمودة بن حمد العفاري ينطلق هنا راعي ريمة بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة وعلى المركز الرابع لهب لسعيد بن محمد بالذويب العامري يقدم لنا لهب في هذه الانطلاقة والتحدي الجميل وصل هنا سعود لسعد بن عبد الهادي بن صالح بن صافية المري المنطلق مع سعود بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة بينما المركز السادس والقادم هناك الغزال عمر بن علي بن بخيت لمسافري من يأتينا على سادس المراكز المركز السابع والقادم على سابع المراكز هنا في هذه الانطلاقات والتحديات هنا يأتي شمان سالم بن حمد بن سالم المري هنا من ينطلق في التحديات وبالإثارة على سابع مراكزنا المركز الثامن الوصول من نايف صالح بن خلفان بن راشد الغفلي من ينطلق هنا ثامنا وفي المركز التاسع هو القدوم من شعار بن دري من يأتينا بهذه الانطلاقات هو التحديات والإثارة أحمد بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي هنا من يقدم لنا بهذه الانطلاقات ضد بهذا الأداء المميز الجميل وتحدياته وإثارات هذه هي الأسماء المنطلقة ها هي الأسماء الباحثة عن الفوز والباحثة عن الناموس على أرضية هذا الميدان نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى مروح لمروح على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر مروح على زمام الأمور هو على الصدارة هنا لسيد محمد بن عبيد بن يميع السبوس المنطلق هنا هذه الانطلاقات مع مروح في الأداء المميز الجميل بينما المركز الثاني يأتي لهب لسعيد بن محمد بالذويب العامري منطلقا على المركز الثاني والمركز الثالث سعود يأتينا على المركز الثالث سعود هنا بانطلاقاته وتحدياته سعود السعد بن عبد الهادي بن صالح بن صافية المري من يأتينا على المركز هنا الثالث وفي المركز الرابع ينطلق الطليلي لناصر بن حمودة بن حمد العفاري ينطلق هنا بهذا الأداء الجميل والتحديات هنا والإثارة المتميزة وصل بهذا الانطلاق على خامس المراكز والقادم هنا على المركز الخامس قادم شامان سالم بن حمد بن سالم المري من يأتينا هنا أبو شقلة بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة والإثارة هنا ركز أبو شقلة على هذا الأداء المميز الجميل والتحديات المتميزة على خامس المراكز وفي المركز السادس هناك التحديات وشعار عمر بن علي بن بخيت المسافري من ينطلق هنا بهذه الانطلاقة مع الغزال على المركز السادس بينما المركز السابع ومع
ماذا يدور على سابع المراكز. ومن القادم من القادم مع هنا الزمول المهجنات الأصايل يا أبو عدنان، الزمول المهجنات الأصايل وسادس أشواطنا يا أبو عدنان، سادس الأشواط وليس بسابعها، سادس الأشواط هنا. ركز يا مخرجنا يا أبو عدنان، انطلاقات والتحديات المتميزة، أرى القدوم والأسماء، الأسماء القادمة، الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس. هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. وهنا أول القادمين الصمصام من سلطان بن علي بن رويشد النيادي، من ينطلق بهذه التحديات هنا والإثارة. هناك أرى اسم آخر هنا في هذه اللحظات، القادم القادم بالتحديات القادم بالإثارة والأسماء القادمة بهذه الانطلاقات هنا بهذا الأداء الجميل. الوصول من مشرف بن محمد بن غاصب بن محمد بن خيلة لعفاري، وصل بهذا الانطلاق. وهنا هنا النايف بن محمد بن زومان بن محمد المرسان الهاجري ايضا وصل. هذه الانطلاقة والإثارة عاشر مراكزنا، المركز العاشر والقادم مداهم السيب بن سلطان بن محمد العرياني، وخلف المراكز العشر يا ما أسامي وأسامي وأسامي تتواجد أيضا بوزنها بثقلها بإنجازاتها وتحدياتها. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى مروح على الصدارة، مروح على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط لمحمد بن عبيد بن إيميع السبوسي، من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. ولكن لهب في المركز الثاني، لهب في المركز الثاني، هنا ينطلق لسعيد بن محمد بن ذويب العامري. المركز الثالث سعود، هنا سعود على المركز الثالث لسعد بن صافية المري، سعد بن عبد الهادي بن صالح بن صافية المري، من يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع هنا المنطلق بهذه اللحظات شمان سالم بن حمد بن سالم بوشقلة المري، من ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس هنا هنا النايف محمد بن زومان بن محمد المرسون الهاجري، هنا قودم في هذه اللحظات هنا أيضا على المركز الخامس مع المنعطف الأخير، المنعطف الأخير بهذا المضمور. أرى وصول 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 من شايم، شايم لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي مع شايم. أول ندى بهذا الانطلاق قلنا أسامي، أسامي مشرف القادم لمحمد بن غاصب بن محمد بن خيلة العامري القادم أيضا هنا بالتحديات القادم بالإثارة المتميزة. الله الله الله، هنا 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 القدوم في هذه اللحظات هو القادم القادم مداهم لصيب السلطان بن محمد العريوني أيضا قادم. هو صار دكتور الأصايل، هو صار دكتور الأصايل هنا أيضا بهذه الانطلاقات وبشعاره المميز الجميل محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، هنا أيضا القادم بهذا الأداء الجميل والتحدي. الله الله الله، الأسماء المنطلقة، الأسماء القادمة، ولكن الصدارة، الصدارة مع مروح ومع سعود، مروح وسعود هنا بهذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، روحن الثنين، روحن ما شاء الله، هنا يركضن عرضه، عرضه يركضن ما شاء الله، انطلاقات وتحديات. مروح لمحمد بن عبيد بن يميع السبوسي، وهنا المركز الثاني ياتينا سعود، سعود على المركز الثاني بانطلاقته هنا لسعد بن عبد الهادي بن صالح بن صافية المري. عاد لهب، عاد لهب، عاد لهب هنا بالانطلاق والتحدي، لهب لسعيد بن محمد بن ذويب العامري. ركز يا سهيل يا بن محمد يا بن ذويب، ركز ركز مع لهب وانطلاقته وتحديات.
بقوته. انطلق سعود بعد المغادرة هنا لحزام الغابات، انطلق سعود بالمقدمة وبالمركز الأول كعوايده، انطلق بالتحديات وبالإثارة هنا هنا هنا. القادم شومان، شومان القادم على المركز الثاني، شومان على المركز الرابع بهذه اللحظات. سالم بن حمد بسالم بشكله المري من يأتينا على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك الانطلاقات من النايف محمد بن زمان بن محمد بن مرسان الهاجري، ولكن سعود، سعود على الصدارة، سعود على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. كما اعتدنا من سعود وانطلاقاته، اعتدنا بسعود وتحدياته، هنا يضيف إنجاز إلى إنجازاته. تابعناه بالمملكة العربية السعودية، هناك في أيضا مهرجان ولي عهد السعودية، وانطلق بالفوز وبالناموس وبسيف الزمول. ها هو هنا ينطلق في مهرجان ولي عهد دبي، يضيف سيارة إلى رصيده المميز الجميل. ها هو تشاهدونه على الصدارة، سعود ينطلق بالفوز، ينطلق بالناموس. هنا بهذه اللحظات سعود للناموس يعود، لسعد بن عبد الهادي بن صالح بن صافية المري على هذا الأداء المميز الجميل وانفرادته بالصدارة، انفرادته بالانطلاق وبالتحدي المميز الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. سلام على صافية، سلام، سلام للمملكة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز ولحظة وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني. انتظاري ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، وصل لهب على المركز الثاني، لهب على المركز الثاني ما شاء الله. هنا لسعيد بن محمد بن ذويب العامري ووصل في المركز الثالث. هنا يأتينا النايف محمد بن زمان محمد بن مرسان الهاجري، ويأتينا ثمين اللي هنا العبيد وسلطان بن علي بن رشيد لقتبي وشومان من وصل خامسا، لسالم بن حمد بسالم بشقله المري من اتانا على المركز الخامس. ونعود الى التوقيت الزمني 12 دقيقه 48 ثانيه سبعا من الاجزاء من الثانيه، 12 دقيقه 48 سبعا من الاجزاء التوقيت الزمني هنا لسعود. تهانينا على هذا الاداء المميز لسعد بن عبد الهادي بن صالح بن صافية المري على هذا الفوز المميز الجميل. بينما لهب من أتى على المركز الثاني هنا ب 13 دقيقة وفاء وتماما وكمالا. تهانينا وناموس سعيد بن محمد بن ذويب العامري، تهانينا الآن بن ذويب كافة على هذا الفوز المميز الجميل، ولداعم هذا الشعار محمد بن ذويب العامري يستاهل المركز الثالث. وصل هنا الانطلاقات والتحديات النايف ب 13 دقيقة ثانية واحدة جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لسعائل محمد بن زمان بن محمد بن مرسان الهاجري على هذا الأداء المميز. تهانينا لجميع الفائزين.